بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. نور الدين ارشدنا فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على هوية الاسلام. وهوية الاسلام تتمثل في اركانه وتتمثل ايضا فيما اجمعت عليه الامه من فهم النص الشرعي كل الامه عندها ان الخمر حرام كل الامه اجمعت على ان الظلم حرام كل الامه رات ان النظافه من الايمان فيما اخرجه الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال إن الله نظيف يحب النظافة لكن النص شيء والإجماع شيء آخر الإجماع ينقل المسألة من الظنية إلى القطعية مجمع عليه فيمثل هوية الإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا من أن نغير هوية الإسلام لكنه يعلم بتعليم الله له أن الزمان سيتغير في صورة عالم الأشياء تتطور وعالم الأشخاص تتطور كنا الزمان لا نعرف إلا الشخصية الطبيعية بقينا فيه شخصية اعتبارية الشخصية اعتبارية دي عملناها وأنشأناها حتى ننشئ الشركات والبنوك والمؤسسات وتصبح منفصله عن الشخصيه الطبيعيه اللي هي الانسان اللي ليه وقت للوفاه مدير البنك يموت لكن البنك باقي وهو ما يمتلكش كل البنك اللي هو فيه ده لا ده البنك ده مؤسسه هو لا يمتلكها وتبقى من بعده فالشخصيه الاعتباريه حلت لنا سرعه في الحركه وحلت لنا مشكلات كثير وانتجت لنا عقود كثيره ايضا ومواقف كثيره وتقاطعات كثيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم مما ارشد اليه ان نحافظ على الاسلام. لكن هو يعلم بان الزمان يتغير ويعلم ايضا ان هذا الاسلام سوف ينتشر وهو قال: حتى يدخل كل بيت حتى يلقي الإسلام بجيرانه في الأرض الجيران اللي هو شبكته يعني الشبكة بتاعته تبقى موجودة في الأرض كلها فهو أنبأنا بهذا فقال لنا كلاما بليغا والعلماء أخذوا هذا الحديث وجعلوه ركنا من أركان الأحاديث في الإسلام قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد عليه يعني يبقى نهانا عن التغيير في الهويه في تغيير الاسلام الاسلام اللي ربنا انزله خليه زي ما هو كده بس العبقريه انه يجي يقول ايه من احدث في امرنا هذا شيئا لا ما قالش شيئا قال ما ليس منه الا هو يجوز ان احنا نحدث شيئا منه قال اه يجوز ان احنا نحدث شيئا منه لكن شيئا يكر عليه بالبطلان او الايقاف او التعطيل او الالغاء يبقى هو ده الغلط ودي سماها العلماء البدعه البدعة قال فيها رسول الله كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللي هي بقى ما ليس منه مش كل شيء حادث يبقى غلط ويبقى بدعة فهم المسلمون هذا وقالوا يا جماعة البدعة هي أن تحدث شيئا في الدين جديد أيوة صحيح لكنه يكر على شيء من الهويه بالبطلان البدعه امر حادث في الدين لكن ليس منه عايزين امثله قم نروح لسيدنا الرسول عشان يقول لنا الامثله دي شكلها ايه ايه البدعه وايه اللي مش البدعة اخرج النسائي انه سيدنا كان بيصلي بالناس خلي بالك وتامل وتدبر وتفكر وتعمق في النص اللي قدامك بعد ما خلص الصلاه قال من قال شيئا بعد ما رفع من الركوع الشخص اللي قال هو كان النبي يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ففي شخص زود على الحكايه دي فالنبي قال مين اللي قال وقال ايه؟ فالراجل خاف لاحسن يكون ايه؟ قال حاجه غلط فيعني يبقى ايه منظره قدام الناس يعني ايه انه هو مش فاهم حاجه. قال: ماذا قال فانه لم يقل الا خيرا. قال له انا يا رسول الله. ادام بقى فيها ايه صح يبقى ايه؟ انا انسان كده. قال ماذا قلت؟ قال قلت اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء قال والله رايت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرونها ايهم يصعد بها الى السماء النبي هو في المحراب واقف شاف ثلاثين ملك زي ما يكونوا ايه كانهم يعني في شويه جذب واخد ورد هات انا اللي اطلعها لا انا اللي اطلعها لا انا اللي اطلعها فتعجب والراجل الراجل ده قال ايه؟ ده قال حاجه الملائكه سجلتها وكل واحد فرحان بيها من الملائكه ال او كذا و30 بضعا و وعايز يطلع بها بسرعه يفرح بيها الملأ الأعلى فالنبي حب يعرف طب الراجل ده لما قال اللي قاله قاله من عند نفسه كده ولا قاله لأن النبي علمه له أبدا النبي لا علمه ولا قال له. كمان أنكت من كده بقى إن هو النبي نفسه مش عارف هو قال إيه ده هو من عند نفسه حس بحاجة في قلبه كده عايز يناجي ربه فقال الكلام الحلو ده سؤال هو ده ضد الشريعه ولا ده من الشريعه نقراه كده ونعيد كلام ربنا لك الحمد حمدا كثيرا لا معانا برضه طيبا طاهرا مباركا فيه ده, ده قمه التوحيد وحاجه كويسه ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء كلام طيب ادام كلام طيب يبقى مش بدعه ويبقى الملائكه هتاخده بالرغم ان النبي ما قالوش وهتطلع بيه وتفرح بيه وحرر العلماء معنى البدعه على هذا الوضع واستدلوا ايضا بحديث سيدنا بلال مرة سيدنا قام كده وجاب سيدنا بلال قال له يا بلال تعال هنا بما وصلت إلى هذه المكانة قال له مكانة إيه آه يعني على باب الله يعني قال له لا ده أنت أنا امبارح شفت منام وسمعت خشخشة عليك قبلي في الجنة سيدنا محمد مقامه علي قوي طب بلال دخل قبله ايه ده ايه ده ده في حاجه في حاجه عايزه تسئل عنها قل لي يا بلال ايه الحكايه فقال له يا رسول الله انا لا اتذكر ان انا يعني بعمل حاجه ها افتكر قال له بس في حاجه عملتها ويظهر ما قلتش لسيادتك عليه ان كل ما توضى اصلي ركعتين قال بها يا بلال النبي ما يعرفش ولا امر ولا عمل ان هو كل ما يتوضى يصلي ركعتين ما عملش كده انما بلال عمل كده انا دلوقتي اتوضيت ده حاجه نعمه عايز الشكر كده لله فراح مصلي ركعتين بدعه دي ولا مش بدعه نبي ما قالهاش ولا علمه ولا اعرفه فاذ بربنا يجازي سيدنا بلال بان يسمع رسوله خشخشه عليه قبله في الجنه وفضلوا يستدلوا على هذا المعنى يستدل على ان ما تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن ان نتخير منه وان نوسع فيه فجاء في التلبيه يقول انس فكان يلبون بما تسمعون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا يلبي هذا معه تلبية رسول الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لكن واحد يقول لك لبيك حقا حقا لبيك تعبدا ورقا ماشي ما من يجراش حاجة منه أحدث شيئا لكن منه ما هوش ضده من هذا المدخل في دراستنا للبدعة بيحدث اننا كثيرا ما انشانا امورا متفقه مع الدين وكثيرا ما انشانا امورا تكر على الدين بالبطلان سنعالج هذا ونسال حوله ونتحاور بشانه لان تحرير معنى البدعه امر في غايه الاهميه بسم الله الرحمن الرحيم بعدما حررنا معنى البدعه وانها من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فاننا سنرى كثيرا من عالم الاشياء وعالم الاشخاص وعالم الاحداث وعالم الافكار حولنا لا علاقه له بالبدعه لما زاد المسلمون ودخل الناس في دين الله افواجا راوا علماء الهندسه ان المنبر بدلا من ان يكون درجتين كما كان على عهد الرسول وكان المسجد محدود 300 ذراع يعني 150 متر واصبح المسجد بعيد زي مسجد الازهر او المساجد الكبيره فاحتاجوا إلى منبر عالي علشان الصوت يوصل بتاع الخطبة. احتاجوا إن هم يعملوا تجويف سموه المحراب عشان الصوت يطص في التجويف ده ويسمع يعمل إيكو صدى يعني للي فالناس كلها تسمع من غير ميكروفون لسه الميكروفون ما ظهرش. تراتيب حياتية كله ده لا علاقة له بالبدع لأنه لم يكر على شيء مما تركه لنا رسول الله في هوية الإسلام بالبطلة إنما البدعة فين؟ البدعة مش في كده لأنه لم يكر على شيء مما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم من هوية الإسلام إنما البدعة إن واحد يجي يقول لي والله انا امرت ان اقتل الناس ويترك يترك يكر على كلام النبي عليه السلام وهو يقول الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الارض من في الارض يرحمكم من في السماء تبقى بدعه يبقى داعش وواغش ومش عارف ايه القاعده والواعده كله ده بدع لانهم حرفوا النصوص عن مواضعها لانهم اتوا بشيء يقدح في هويه الاسلام سيدنا يقول امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله الا الله وان محمدا رسول الله طيب فراحوا قالوا اذن فيجب علينا ان احنا نحتل الشام والعراق ومصر ونعمل فتنه ونحاربكم انتوا قبل ما نحارب الصهيونيه طب يعني انتوا دلوقتي جايين تقتلوا المسلمين في بلادهم من اجل تصور قائم في ذهنكم هو بدعة ف مش الحديث كده ولا لا قلت له لا مش كده قال ما انا لسه قايله اهو قدامك قلت له ايوه انت قايله لكن البعيد مش راضي يفهم حاجه قال يفهمني فهمني طيب قلت له اقرا وافهم امرت ولا امرتم قال لا امرتو قلت له يبقى اللي امر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لازم ناخد كل الشروط اللي النبي تركها واللي النبي كانت محيطه به علشان هو امر بهذا في ظل حياته الشريفه ان اقاتل ولا اقتل؟ اقاتل اقاتل افاعل يعني في طرفين يبقى حضرتك بتقتل ليه الناس ابتغاء التسلط على المكان وابتغاء التسلط على البترول علشان تصرف على السلاح اللي هيريق دماء المسلم وغير المسلم. الناس الناس دول مين؟ كل المفسرين بيقولوا الناس دي قريش حضرتك خليتها الناس اللي في الارض الله ده الناس اللي في الارض دول زبايننا ده الناس اللي في الارض دول هم اللي هندعوهم الى الله وندعوهم الى الاخره وندعوهم الى الجنه انت هتروح تقاتل الناس اللي في الارض قال مش هو اللي قال كده قلت له ما قالش قالوا الناس اهو قلت له طب ايه رايك في قوله تعالى الذين قال لهم الناس اللي هو نعيم ابن مسعود الناس هنا معناها ايه؟ واحد بس إن الناس قد جمعوا لكم اللي هم قريش الضلال ده مش هيخلص بقى كله ده لأن هذا الإنسان مبتدع لأن هذا الإنسان مش ورا ضلالته أقوام يتكلمون بألسنتنا وليس منا أيوه ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقّر كبيرنا أيوة الناس دي مش مظبوطة دول مبتدعة أمرت أن أقاتل الناس اللي هو قريش طب وليه النبي أمر أن يقاتل قريش؟ لأن قريش ما ثبتوش في حاله أربعتاشر سنة وهو مقيم في مكة قاعد يدعوهم إلى الله وهم بيئسوهم سابها لهم ومشي وهاجر قبليه الصحابة هاجروا إلى الحبشة هجرة أولى هجرة تانية وهو هاجر إلى المدينة ما سابوش في حاجة قاتلوه في بدر فين بدر دي قرب المدينة كده قاتلوه في أحد أحد اللي هو إيه الجبل بتاع المدينة يعني في المدينة يعني أنا قاعد في حالي وقاعد أضرب قتلوه في الخندق خندق إيه الخندق اللي عمله حوالين المدينة برضه قاعدين يقاتلوه ويتفقوا عليه إتفقوا مع اليهود في خايبر نعمل كماشة عليه ونخلص من الحدوتة دي بقى احنا من تحت جنوب وإنتوا من فوق فراح جري علشان يعمل صلح الحديبية فيفك الكماشة اللي تحت ويطلع يفتح خيبر يفك الكماشه اللي فوق الله ده في حالة دفاع مستمر يبقى اذا نفعل يا اخويا زيه أمرت أن أقاتل اللي بيضربني وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم آه عشان كده ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين حول هذا المعنى معنى التطرف والارهاب والفهم الخطا اللي مدخلنا فيه كان البدعه كنت احب ان اسمع اسئله اذا كانت عندكم اسئله طب قول انت كده أه لو واحد مثلا وصل لعلم معين أه ومثلا بقى في كذا مكان عايزه ومنهم دولته عشان ينفع يعني الدوله بتاعته وهو مثلا في حاجات يعني دول تانية او كيانات تانية عرضت عليه ان هو يجي مقابل مقابل مادة اكبر من دولة الدول فهل صح لو هو عادي يعني يروح المكان ده ولا غلط لازم ينفع دولته غير الجانب الانساني الجانب الديني يعني الجانب الديني والجانب الانساني هو مبني هذا الكلام على مدى تعلق هذا الانسان وانتمائه بوطنه والانتماء بالوطن مسألة في غاية الأهمية والنبي صلى الله عليه وسلم نبه عليه عندما خرج من مكة وقال ألا إنك أحب بلاد الله إلي ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت منك أبدا وكان بيحترم هذا المعنى وكان لما الناس تيجي تسلم على أيديه يردها إلى أوطانها علشان ما يحرمهمش من وطنهم ويحسوا بالغربه الان الارض كلها بقت كانها قريه واحده في امريكا لما تيجي تاخد الجنسيه الامريكيه من ضمن القراءه اللي انت بتقراها في الحلف ان انت تنتمي لوطنك الاصلي شوف بقى الوعي هنا يعني هو مش عايزك تخون وطنك هو عايزك تفيد وطنك العقلاء شأنهم كده فلما أروح في هذه الدولة وأذاكر وأخد درجات وأكتشف وأعمل بحوث وأبقى أنا زي أحمد زويل وزي مجدي يعقوب وزي كده ارجع في بلدك عينيك على فايدة بلدك فرجع رجع الله يرحمه أحمد زويل والحمد لله كان من الأشياء اللي ربنا من علي بها أنني صليت عليه أنا كنت إمام الصلاة على أحمد زويل لأنه رمز للحتة اللي أنت بتقول عليها راح ودرس ووصل ولغاية ما خد نوبل يعني حاجة واكتشف حاجة تفيد البشرية لكنه عينيه عايز يطور التعليم في مصر عينيه أنه هو عايز يدي الميثودولوجي او المنهجيه يعلمها ازاي لعقليه الطلبه عندنا هو ده اللي مطلوب لان ده الارض كلها بقت شيء واحد بقت كانها قريه واحد فمن الناحيه الدينيه ومن الناحيه الانسانيه الانتماء للوطن هيحل الكلام اللي انت بتقوله احنا بنعمل كان حاجات ما اعرفش باقيه لغايه دلوقتي ولا لا أو احنا صغيرين كان في حاجه عندنا اسمها تحيه العلم ما اعرفش موجوده لغايه دلوقتي ولا ولا غير موجود تحيه العلم دي يعني علامه للانتماء تربيه في النفس الجوانيه انك ليك ارض هنا وان ارضك دي اللي ربنا خلقك فيها عليك أن تحبها وأن تخدمها وأن تقوم بشأنها تحية العالم ده ده كان رمز واحد يجي يقول لي هو ده بدعة نشوف هو النبي عليه السلام لما كان يرص الجيوش عشان يدافع على الهجومات بتاعت المشركين فكان يجعل كل قبيله مع بعضها يعني انت من غطفان يخليك مع الجماعه بتوع غطفان لانه بنعرف نقاتل مع بعضنا بنعرف اللغه بتاعتنا فريق واحد ادي الوطنيه هي ما هي وطنيه ما دول بتوع غطفان دول بتاع إزاي دول بتوع اه اه تميم دول ب... ويعمل لكل فريق منهم يعمل له ايه؟ اه سلوجن يعني ايه السلوجن؟ شعار. ها؟ يا بني عبد الرحمن يا بني عبد الله يا بني مش عارف آآ آآ عصام الدق وهكذا كل 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 حته يبقى لها شعار ينادوا بعض يعرفوا بعض في المعركه فيه. هو ده عم نزل العلم ما هو ده اللي اتطور بعد كده على طول في الجيوش الاسلاميه بمحض ما راحوا الى خرجوا بقى الى فارس والروم وكده في حدوته العالم ده او تحيه العالم في حاجات ساعات بنفهمها غلط او بيشوش علينا فيها غلط واحنا مش عايزين كده احنا عايزين نـ نـ نمسك الحاجه الصح ونفهم انه دي فعلا ما هياش بدعة ولا حاجة دي دي هي المطلوب مننا من اجل سعادة الدارين في النهاية هنسعى الى سعادة الدارين مع نور الدين نسير فإلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته